أعلن علميات من المعتقلين اليمنيين في سجون المملكة العربية السعودية بمنطقة جيزان إضرابهم عن الطعام احتجاجا على عدم إطلاق سراحهم والتعامل الغير إنساني من قبل السلطات السعودية معهم. وأوضح المعتقلين تم الإفراج عنهم مؤخرا أن هناك المئات من المعتقلين مصابين بأمراض معدية أصبحوا مهددين بالموت لم توفر لهم السلطات السعودية الأدوية اللازمة أو تطلق سراحهم. وشك السجناء اليمنيون في معتقل جيزان من خذلان السفارة اليمنية لهم، متهمين إياها بالتعامل مع قضيتهم وفق سياسة المراوغة والمماطلة والوعود الكاذبة.